عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله our session today is the last one for our revision، آخر session النهاردة للريفيجن بتاعتنا. وبكده إحنا رجعنا 3 مرات، والنصيحة الأخيرة اللي نقدر نقولها لكم: جمع الـ3 فيديوز واتفرج عليهم تاني وتالت قبل الامتحان بتاعك. So let's get started، توكلنا على الله. As you see here, the first question. You drink a glass of milk every day. You space drink a glass of milk every day. Which one? Should or shouldn't or can't or have? Which one here? جملة: تشرب كوباية لبن. So it should be yes, should. Correct. Should. هنا أنا بعمل عملية نصح. احنا عارفين إن should أو shouldn't أو حتى shouldn't في نصح هنا وإرشاد. تبقى when you give advice to someone to do something، يعني تنصح واحد يعمل حاجة، بتستخدم should أو shouldn't لما بتبقى في النيجاتيف طبعًا. وما ننساش إن وراهم الـ base form of the verb، الشكل الرئيسي للفعل. Next one. People should be careful even with foods. People should be careful even with foods. نوعية الأكل الناس لازم تكون حريصة منها هنا تكون إيه؟ Food, unhealthy, healthy, vegetable. طبعا لما نيجي نفكر كده هوت المفروض هتبقى unhealthy. الناس لازم تبقى حريصة في الإيه الأكل اللي هو الإيه؟ الـ unhealthy الغير صحي. نيجي نقول له طب بص كده في هنا إيه؟ healthy. طب ليه الفكره هنا هو people should be careful even بص even with حتى مع، يعني حتى مع الاكل الايه الصحي الانسان لازم يكون حريص. خدت بالك من even with هنا هو healthy food، حتى مع الاكل الصحي مش كله بس الايه بتبقى حريص مع unhealthy، لا حتى مع الاكل الايه الصحي. Third one. You have to lock your teeth. You have to lock your teeth. Look here. لما نيجي نبص كده هوت look انا هنا عايزين هنا ده عباره عن phrasal verbs. الphrasal verbs عباره عن ايه؟ عباره عن فعل plus preposition، يعني فعل مضاف او بيبقى معاه حرف ايه؟ حرف جر. طب احنا معانا هنا look at، look after، look for، look to. غريبه قوي هنا هوت. المفروض هنا هو you have to look a your teeth. هل look at، look after، look for، look to؟ طب على طول يعني هنا اي طالب بيفكر هيقول لي هي هنا هتبقى look at. Look at انك انت to observe or to let's say to gaze at something. Gaze يعني انك انت تبقى بتبص على شيء، زيها زي look to بالظبط، لكن في فرق طبعا. ان look at بيبقى فيها تحديد لحاجه بتبص عليها، اما look to مش محدده. لما اقول لك look to your left مثلا، الناحية الايه الشمال بتبص عليها، اما اقول لك look at مثلا the car، بص على العربية محددة، ده الفارق بين الاثنين. خلاص يبقى هنا طبعا حد هيبص على اسنانه مثلا ولا ايه؟ فهي عندنا look for و look after. Look for it means to ايوه ليه to ايه؟ yes to search for، انك تبحث عن حاجة. اما look after انك انت wait to care، ومثلا انك تعتني بشيء هنا هو. يبقى look after اللي هي care about your teeth او تعتني بايه؟ باسنانك. يبقى الاجابه بتاعتنا look after. ناخد بالنا من الفريزل فيربس اللي عندنا، الافعال المقترنه بحروف جر. Next one. The of kosheri are rice, pasta and tomatoes. هل الكشري بتاعنا الجميل هيبقى ingredients ولا foods dish restaurants؟ هتبقى ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي انت هنا بتتكلم ما you're talking about هنا ايه rice pasta and tomatoes اللي هو elements بتاعت الكشري، عناصر الايه الكشري. عناصر الكشري تبقى هنا الايه components ذات نفسها. ايوه اللي هي تبقى ايه ingredients. ingredients اللي هي الايه المكونات، الايه المكونات الكشري كذا وكذا وكذا. next one.
A space is very high and there is a lot of water in it. جميل قوي. ايه ده؟ very high حاجة عالية جدا وفيها water. الله وفيها water يبقى المفروض تبقى ايه؟ forest ولا waterfall jungle beach؟ لا هي البيتش فيها water بس عالية يبقى تبقى ايه؟ waterfall شلال نعوض waterfall. next one I did many things. for example I space horse I'm riding rides road ride. لما نيجي نبص هنا في الجملة I did many things لما في بس كده حاجة صغيرة كده عايزين ولادنا ياخدوا بالهم منها يعني just ايه keep in mind يعني خليها في ايه في دماغك زي ما بيقولوا عندنا عندنا هنا ride ride road او ride كل ديت تصريفات لفعل واحد صح كده كل دي اشكال مختلفة لفعل واحد اللي هو رايد تمام مع معنى الكلام ده لما تلاقي ان هو فعل ليه اكتر من شك معنى كده انا بسألك على حاجة تبع الايه التينسز مثلا حاجة تبع الازمنة هنا اهو تروح راجع للجملة وتشوف اي شيء بيشير لزمن معين عشان تقدر على اساسه انك تختار الايه الاجابة الصحيحة ما انت عندك هنا ام رايدن رايدز رود رايد هنا هنبص هنا نلاقي في هنا ايه الاجابة او ايه الكلمة او ايه الاشارة زي ما يسمى بعض الناس بتسميها كده كيوردز بس انا مش حاطط اي كيورد انا حاطط فكرة معينة ايوه انا شايف واحد بيقول لي هنا في كلمة ديد ديد الله يبقى هنا ايه ديد يبقى باست سامبل ايوه صح يبقى هنا رود اكسلنت الباست سمبل الماضي هنا على طول بيبقى يا اما ايه هو ايه يا اما ريجولار فيرب او ايرريجولار فيرب الريجولار فيرب بنحط له الدي او الاي دي او الاي دي حسب ما يطلع الايه الكلمه او الايرريجولار فيرب اللي بتغير زي رايد رود او جو ويند اتفقنا يبقى لازم ناخد بالنا من الحته دي لما نلاقي عندنا كلمه لها اكتر من شكل بس هي نفس الكلمه ركز على التنس وشوف هو عايز ايه التنس اللي عندك هنا الزمن هيكون ايه هل هو بريزنت اذا كان بريزنت سمبل ولا continuous ولا past simple حسب ما يطلع اتفقنا؟ Let's carry on. Next one here. A space is what you can see from a place. What you can see from a place اللي تقدر تشوفه من منظر من مكان ايه الحاجة اللي تقدر تشوفها كده هو from a place هل هي souvenir؟ السوفينير هنا هو view cave جانجل طبعا جانجل واحد يقول لك اه ده جانجل دي الادغال يعني حاجه فيها بلانتس تريز اه كيف حتى جاء من كلمه اصولها تحس انها عربي كده كيف كهف اه تمام وهنا في فيو سوفينير يبقى هي تطلع لنا كلمه ايه يس فيو اللي هو الايه المنظر الطبيعي اللي انت تقدر تشوف زي السايت كده قدامك تقدر تشوف قدامك منظر كده what you can see from a place يبقى انت واقف ونفرض انك انت ايه واقف مثلا في بلكونه كده في الفيو قدامك ايه الفيو المنظر اللي قدامك ايه next one A is you buy to remember your holiday is you buy حاجه انت بتشتريها to remember عشان تفتكر عشان تفتكر أو to remind you تذكرك تذكرك بالإيه؟ بإجازتك يعني إيه ده؟ حاجة بتفكرك أو إنك تخليك تفتكر إجازتك بتشتريها طبعًا كام كاسل حد يقدر يشتري كام هنا أو كاسل كام بمعسكر كامل ليه يعني كاسل قلعة فيو منظر سوفونير سوفونير اللي هي الإيه؟ أيوه اللي هي الهدايا التذكارية لما تكون انت مثلا رايح الاقصر اسوان بتجيب من هناك حاجه خاصه بالبلد ديت الهدايا التذكاريه مش اي حاجه كده لا اللي هي بتبقى خاصه بالمكان اللي انت بتزوره صور او معالم او بعض زي تماثيل كده من فرعونيه بتبقى هناك في الاقصر او اسوان خاصه باهل الايه اهل المدينه دي بيسميها السوفينير اللي هي الهدايا التذكاريه next one I use a laptop space I don't use an MP3 player لما نيجي نبص في الجمله ان هو اي يوز لابتوب خد بالك من الحته دي عندنا انا بستخدم كذا ده هنا بوزيتيف سنتنس جمله بوزيتيف وهنا هو في
I don't use an MP3 player. ما بستخدمش. في نيجاتيف يعني في هنا واحدة إيه؟ بوزيتيف واحدة نيجاتيف. جملة بتقول أنا بستخدم وجملة بتقول أنا ما بستخدمش. طب أنا عندي هنا في الإيه؟ الكونكترز اللي عندي هنا في but في so and because. إيه الفرق ما بينهم؟ but of course مع الكونتراست ideas. خلاص كده؟ but مع الكونتراست ideas مع الأفكار المتناقضة. عكس بعض. So result مع النتيجة and similar ideas or adding انك بتضيف افكار بتضيف افكار هنا because مع reason السبب. طب انا بقول لك هنا ايه I use a laptop I don't use a an MP3 player بستخدم وبستخدمش يبقى هنا في عملية ايه extant فيها عملية ايه contrasting او في تناقض contradictory sentence يعني جملة متناقضة انا بستخدم ده ولكني ناخد بالنا من الحتة دي وفي هنا كلمة في هنا ايه جميل اللي هي ايه كما فعلا للاسف في بعض الناس بتنسى يقول لك مش مشكله لا البنكشويشن مهم يا شباب لازم احط هنا ايه طالما جملتين احط افصلهم بكلمه ايه بات قبل ايه الاداه اللي عندي دولت ليتس اون ونشوف اللي ايه اللي جاي عندنا لاست فرايداي دي ونت لاست انت لسه قايلين حالا في حاجه اسمها زي الكي وورد هنا اهوت الكي وورد هنا كلمه لاست فرايداي لاست بتعبر عن ايه باست سمبل على طول والباست بيكون من ايه عندنا الشكل اللي قلنا عليه قبل كده يا اما الريجولر بنحط له اي دي او اي دي او اي اي دي او اي دي او دي او اللي هو الريجولر ده او اللي هو الايرريجولر اللي بيتغير شكله حلو قوي دي ونت شوف بقى انا كده اهوت سويمينج سوام سويم سويمز على طول هنا اهوت لما اجي ابص ايه اللي متغير شكله هنا في اي هنا في اي هنا في اي هنا في اي اي هنا اهوت في شكل متغير يبقى انا اختار ايه It swam. صح كده؟ اقول لك لا طب بص كده في الحته دي. Swimming. ليه هنا اخترت swimming؟ هو في last اهو. اقول لك لحظه في هنا كلمه ايه؟ went. went اللي هي اصلا كلمه go. خلاص هي went هنا اهوت هي past انتهى. انا قصدي اوصل الفكره ان احنا لما نلاقي كلمه زي كلمه go على طول is followed by noun or gerund. لازم يبقى وراها gerund noun. swimming go swimming go fishing go hunting شايف ازاي go ing go verb plus I ing next one my students go to school الطلبة بتوعنا بيروحوا المدرسة احنا عندنا في المدرسة بيروحوا فبيروحوا امتى they go on Mondays and Thursdays يروحوا يومين اثنين ايام الاثنين والخميس هنا هستخدم بقى انا جبت لك هنا الايه عايز العب على حته الادفيربس اوف فريكوانسي الديجريز بتاعتها هستخدم often ولا always sometimes usually اي واحده هنا هستخدمها حد بيفكر معانا كده ويكتب في حد ممكن يقول often always sometimes usually حد معانا هنا يفكر اي واحده طب انا هوضحها لك اكتر انا عندي هنا always لما اكون نسبة الفعل بتاعتي 100% نسبة الفعل بتاعتي في 100% خلاص يعني دايما بعمل الحاجة دي دايما صح كده تمام يليها على طول كلمة ايه usually ودي بتبقى اقل شوية منها يعني بنسبة 80% مثلا كده 75% تبقى اقل شوية من ايه من النسبة الاولى دي هنا دايما طول الوقت على طول كده all time زي ما بيقولوا اما هنا usually عادة خلاص طب يليها ايه often اللي اغلبها واقل شوية وبعد كده sometimes اللي هي اخر حاجة مش اخر حاجة never طبعا اخر حاجة فيهم من هوت وsometimes اللي هي تعتبر اقل واحدة فيهم اللي ممكن تبقى ايه اقل من 50% كمان لما نيجي نبص كده هوت في الجملة دي بيقول لك ايه my students هحطها بقى always ولا often ولا sometimes ولا usually go to school انا هل هم بيروحوا المدرسه دايما بيروحوا قلت لك لا بصوا بقيه الجمله they go on Mondays and Thursdays بيروحوا الاثنين بيروحوا يومين اثنين الاسبوع في كم يوم 7 days المفروض الطالب بيروح في خمسة ايام يبقى في 3 ايام ما بيروحوش فيهم صح كده يبقى انا عندي بس يومين يبقى اقل حاجه تعتبر اللي هي هتبقى هنا كلمه ايه sometimes تمام او تعرفهم لو قلنا every day يبقى always واخدين بالكم لو قلنا مثلا
ثلاث ايام في الاسبوع هتبقى اوفن، لو قلنا اربع ايام في الاسبوع هتبقى ايه يوجوالي. تمام كده يا شباب؟ يبقى ده انا بلعب هنا على حته الديجريز. المره اللي فاتت على عامله على موقعها فين، الموقع بتاعها فين، قبل ولا بعد الفعل. النهارده بنلعب على الديجريز، الدرجات بتاعتها ايه، دي ولا دي ولا دي، بناء على ايه الجمله they go on Mondays and Thursdays. next one we play games in the، بنلعب الكوره فين او بنلعب جيمز فين، playground library door hall. طبعا اي واحد بيقول لا معروفه اللي هي الايه playground، بنلعب عندنا الحوش بتاعنا نلعب فيه، اما hall الصاله دي ما ينفعش، corridor ما ينفعش، library المكتبه ما حدش بيلعب ابدا في المكتبه. تمام next one those are my space they go to the same school. الله those are my brother jackets. تاني ايوه brothers jackets. الله ده اللي انا المره اللي فاتت برضه brothers jackets. الله brothers jackets. انا هنا بلعب على ايه؟ حد فاكر معانا بلعب على ايه؟ ايوه بلعب على الايه؟ اللي هي الايه؟ تمام دي او دي اللي هي الايه؟ بلعب على ملكيه هنا اهوت صح؟ بصش هنا اهوت ملكيه. طب الملكيه اهوت نعرفها تاني ونفكركم، لما اجيب لما تيجي هنا brothers مثلا وراها اللي هي apostrophe يبقى ده اسم جمع، اما لما تيجي هنا اهو والapostrophe قبل الاسم يبقى ده اسم ايه؟ مفرد. ماشي؟ طب ما كده الجمله واضحه، هي لا دي لا دي، طب نختار بقى على اي اساس؟ وبيقول لك those are they go. الله 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 those are my، ده بيتكلم على حاجه هنا ايه على طول. لو نعرف منين قال لك they go بيروحهم، بس هنا لو قال لك ايه brother jackets يعني جواكت اخويا ما ينفعش اقول لك they go، ده هم هنا ايه they اتنين تلاته اربعه الله اعلم بقى. اتفقنا؟ يبقى هم اكيد ايه brothers جامعة اصلا، وصلت كده plural، يبقى هو ده اكيد عايد على الايه بلور، عايزين هنا ايه الناون يكون هنا ايه بلور، اما البرادر بس لوحدها سنجلر، على هذا الاساس اخترناها. وي ارايف سكول ات 7:30 a.m. نروح المدرسه، ارايف ان ارايف اون فور ات، انا سامع واحد بيقول لي ان اقول له لا خد بالك هي ات، ان لما تكون بتتكلم على سيتي مثلا مدينه كبيره كده، اما بقى مكان محدد او مدينه صغيره كلام من دوت يبقى ارايف ايه ات يصل الى. نيكست وان Fatma hates numbers. أنا أعرف حد بيكره الأرقام. So she is very bad math. هتبقى هنا إيه؟ of, for, at, in. واحد بيقول لي أنا سامع بيقول لي in، كاتب in، أقول له لا 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 هي إيه؟ at، good at وbad at. good at اللي هو ماهر فيه، والأوبوزيت بتاعها اللي إيه؟ bad at ماهر فيه. لعبنا في الحتتين دول في الإيه؟ preposition زي look after بالظبط، ناخد بالنا من الحاجات ديت يا شباب. next one. How is the Cairo Tower? It's 187 meters. هنا Cairo Tower البرج القاهرة، طبعا أي واحد بص برج القاهرة يبقى هاو إيه هنا؟ ده الطول بتاعه هنا يبقى هاو لونج على طول، وأنا مغمض عيني أقول له تمام، لا مش تمام، ده طلعت هاو طول. إزاي الكلام ده؟ مش المفروض البرج كده؟ أقول له استنى بس، لونج وطول. لونج تملي، عارف العربية كده هوت؟ هو ده اللونج، لما تاخد الايه الطول بالشكل العرضي ده، اما افق راسي يبقى هاو تول. يعني لو شجره اقول عليها هاو ايه؟ هاو تول. اتفقنا؟ لو مبنى يبقى ايه؟ هاو تول. كايرو تاور هاو تول. البيراميدز هاو تول. اتفقنا؟ اي مبنى راسي اها يبقى هاو تول. next one my brother is very he always gives me presents. اخويا بيجيب لي هدايا حلوه، والراجل ده نسميه ايه؟ فريندلي. والله ينفع فريندلي، ودود. كايند طيب، بريف شجاع، سنسبل انسان كده عقله متزن كده جميل. ايه ده؟ لا لا ده هي تبقى ايه؟ كايند على طول، انسان طيب. هي لايكس سو هي ووكس اند واتشز تريز انيمال اكسترا. عندنا هنا الراجل ده بيحب حاجه عشان كده بيمشي ويتفرج على التريز والانيمالز. تكنولوجي birds طيور، بيحب الطيور. اقول لك استنى ده في هنا عندنا كلمه natural وnature، natural وnature. natural يعني طبيعي، ده adjective. nature طبيعه،
ذات نفسها. يبقى هي لايكس ناتشر مش ناتشرال. ده ليه ادجكتيف تيجي وراها كلمه يقول لك ناتشرال ووتر مثلا، مياه طبيعيه كده، دي وراها اسم. نيكست وان، when you are scared it means you feel، لما بتشعر بالخوف. Scared معناها frightening bad frightened sad، بتبقى هنا ايه frightened عشان scared خايف، frightened خايف برضو، الاثنين ايه معناهم حاجة واحدة، اما frightening مخيف لا. She's an girl she lost her parents in an accident، فقدت والدها في حادثة، يبقى orphan. جميل جدا جدا، ما ينفعش اقول exciting ولا sad ولا funny. It's a fantastic story. كلمة fantastic هنا means ايه؟ معناها ايه؟ amazed bad excited wonderful. انا سامع واحد بيقول لي ايه؟ تبقى ايه excited، اقول له لا استناني، excited ديت لما اكون بوصف انسان مثلا. اما هنا هوصف ايه؟ wonderful. next one. Don't make noise because my brother the exam. اخويا ما تعملش دوشه، اخويا بيعمل امتحان. Does did is doing do. طبعا انا بقول لواحد ما تعملش دوشه، يبقى هي حاجه بتحصل ايه؟ something which is happening right now at the moment of speaking، على طول كده، حاجه بتحصل اثناء وقت الكلام هنا، يعني حاجه بتحصل الان. يبقى طالما الان تبقى present ايه؟ continuous، يبقى is doing. is doing. خدت بالك من الحته دي ولا حطيت ناو ولا اي حاجه؟ بس هو معنى الجمله تعملش دوشه، اخويا بيعمل الامتحان، بيحل الامتحان، يبقى هو دلوقتي. She didn't listen to me and at once. تاني didn't بتدل على ايه؟ على الباست. يبقى هنختار left ولا left ولا leaves ولا is leaving. واحد بيقول لي left اللي هي دهيت، اقول له صح تمام، بس هنا تبقى ايه؟ left، عشان دي هي تعتبر irregular verb اللي هو بيتغير شكله، تبقى اي مش اي. ليفت كده المصعد ذات نفسه، ليفيتر. Every morning she a cup of milk to be healthy. يوميا كده كل صباح، يوميا كل صباح دي تعتبر ديل روتين، روتين يومي، انسان ماشي على اساسه، يبقى ده يعتبر هنا ايه؟ بوصف روتين البني ادم، يبقى درينكس على طول اللي هو بريزنت سمبل مضارع بسيط، ده روتين الانسان بيعمله على طول. Next one. I swim in the pool. الراجل بيستحمى او بيسبح في الميه. It's cool and nice. اذا بيعبر عن احنا شرحنا قبل كده but and because so، هنلاقي هنا الراجل بيسبح في حمام السباحه ليه؟ يبقى because على طول. It's cool and nice عشان ده السبب هنا، هو حاجه نايس nice، جميله وكول كده. Book is it I think it belongs to Yasser. belong to يعني يخص، يعني ملك، ملك ياسر. طالما ملك يبقى انا هستخدم هنا ايه؟ whose، مش ولا who ولا what ولا which. Next one. On the icon your on your laptop. هنا طبعا عندنا معروف اول ما نلاقي كده ايكون هنا on your laptop، لا اما tap لا اما click، بس هنا طالما في يبقى click لللابتوب. طبعا هو بتعمل click ضغط الخفيف، ضغط على اللابتوب هنا، اما tap بتبقى حاجه خفيفه كده، لمسه خفيفه على الايه؟ على السيلفون بتاعك مثلا او الموبايل فون يعني. Next one. An is a strong bird that eats meat and sea very well. اللي بيرد هنا البيرد القوي اللي عنده استعداد انه ياكل لحوم، and sea very well ونظره صاقب، هيبقى lion. ما بياكل لحوم بس، ده مش bird. Dolphin ده sea animal. Insect لا، هتطلع ايه؟ eagle. تمام، الايجل ينزل من السماء كده ويروح مصطاد الفريسه بتاعته. تمام. Space students didn't go to schools because of COVID-19. طبعا لما نيجي نبص هنا الجمله، انا بتكلم هنا على الايه؟ many a lot much enough. طبعا يبقى انا بتكلم هنا على الايه؟ هل countable ولا uncountable. من الاخر كده هنا students countable اسم يعد، يبقى على طول عندنا a lot ممتاز بس ناقصه كلمه of، مفيش خلاص يبقى غلط. عندنا much، ده عندنا كلمة ماتش للايه؟ للانكاونتبل ناون، اسم لا يعد، يبقى كده غلط. عندنا enough كافي يعني شكل كافي، اقول لك ايه؟ طلبة كافيين لا يذهبوا
ولا كثير من الطلبه لا يذهبون بسبب الاي اي. ايوه نتيجه الاحداث يبقى many students didn't go to schools because of COVID-19. ونيجي بقى على الايه الاخيره والجمله اللذيذه يقول لك ايه, you can put on the top of the Egyptian rice pudding. البودينج اللي هو الرز اللبن بتاعنا الجميل, حط على اعلاه كده بنحط ايه بقى, كريسبس, بيبر, نوتس, بينز. انا سامع واحد بيقول كريسبس, اقول له يا سلام, تحط عليها مقرمشات مملحه كمان على الحاجه الحلوه. ايوه كده. واحد بقى كاتب ايه, ايوه نوتس, نوتس 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 اللي هو الايه, ها اللي هو الايه, نوتس يا جماعه. ايوه واحد اهوت عامل اشاره ليها هنا اهوت. عندنا طبعا اللي هو المكسرات بتاعتنا خلاص. فدي تعتبر كده اهوت مراجعه سريعه, يعني احنا قصدنا ان احنا نخليها سريعه بحيث انك انت مجرد انك تبص معانا وتتكلم وتقول او تكتب تاخدش وقت جامد, ما تاخدش وقت ايه جامد مننا. وبالشكل كده اتمنى يا رب يكون حصه النهارده بالنسبه للجميع كانت سلسة وبسيطة وخفيفة في نفس الوقت, مش عايزين ان احنا نقعد نتكلم فيها كتير, وان شاء الله بالتوفيق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.